وعن سيطرة الميليشيات على المشاريع الاقتصادية والأملاك العامة والخاصة في نينوى، ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد حسين دلي. أهلا بك سيد حسين. يعني بداية، بحسب تقرير مرصد أفاد، فإن الربع الأخير من العام الماضي شهد تصاعدا في عمليات استيلاء زعماء الميليشيات على المشاريع الاقتصادية، بما تفسر هذا التصاعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، تحية للرافدين وجمهورنا الكريم. أعتقد أن هذا المسلسل مستمر منذ استعادة محافظة نينوى ومدينة الموصل، خصوصا من أيدي تنظيم الدولة قبل 4 سنوات. هذا المسلسل تتمتع فيه الفصائل المحسوبة على الحشد الشعبي وبعض الضباط المتنفذين في بعض الدوائر الأمنية بالتعاون مع جهات داخل المكاتب الاقتصادية التي هي تفرض سيطرتها على المشاريع الاقتصادية والأنشطة التجارية في محافظة نينوى، وخصوصا في العامين الماضيين بعد أن تم إعداد موازنة كبيرة لمحافظة نينوى. طبعا الموازنة رغم أنها تقل عن سقف التوقعات، لكن رغم ذلك مبلغ ليس بالقليل. هذه المزايدات تتم بضغوط خاصة من بعض الفصائل المحسوبة على الحشد، خصوصا عصابة للحق وكتاب الإمام علي وسيد الشهداء والنجباء وبدر ولواء الثلاثين المعروف بالشبك الذي سيطر عليه وعد القدو وبابليون بقيادة ريان الكلداني. هذه الفصائل الخمسة والستة تتحكم بما نسبته تقريبا 80% من المشاريع والمزايدات التجارية في جامعة الموصل، في المتجر مجزرة اللحوم، وهي مشروع عملاق، مشروع مجاري الجانب الأيمن الموصل، وهو بملايين الدولارات تم إحالته على أناس أو أشخاص مرتبطين بهذه الفصائل المسلحة ويدفعون لها مقابل الحصول على تلك المشاريع. سيد حسين، تقرير مرصد أفاد أيضا رصد فرض الميليشيات الإتاوات على سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع، كيف يمكن تصنيف هذا الفعل؟ الحقيقة موضوع السيطرة على الطرق الرئيسية في العراق وليس في المدينة وحدها، هذه الفصائل تشترك بكثير من التنسيق بينها في السيطرة على كما يعرف بالعراق مفارق الطرق الرئيسية في نينوى، في صلاح الدين، في الأنبار، في بغداد. طبعا كل الطرق الرئيسية الداخلة إلى العاصمة بغداد تقريبا تسيطر عليها تلك الميليشيات. هذه الميليشيات تفرض على سواق الشاحنات، خاصة سواق المركبات التي تنقل النفط، حتى الحركة التجارية في بعض المناطق لا تستطيع الدخول تلك المركبات حتى على مستوى سيارات الحمل الصغيرة إلا بدفع نسبة معينة. في السابق كان بعض هذه الشاحنات والتجار يدفعون لتنظيم داعش، الآن يدفعونها لتنظيم الفصائل المسلحة، تنظيم الميليشيات التي تسيطر على تلك الموارد الاقتصادية. وهذه الفصائل بالحقيقة أصبحت مقرات معلنة في بعض أحياء الموصل، هي عبارة عن شركات تجارية تتولى تنسيق الأمور مع التجار، مع سائقي الشاحنات والتريلات، وحتى مع شركات الهندسية التي تقدم مشاريع. كل هذه الأمور تتم بصورة شبه علنية. أصبح معروف أنه لا يعني يحصل مقاول أو صاحب شركة على مشروع كبير إلا بدفع نسبة كبيرة جدا من هذا المشروع، وبالتالي يؤثر هذا المشاريع على تنفيذ هذا المشروع بحد ذاته، لأنه يدفع نسبة كبيرة من الموازنة المالية، فلذلك تخرج المشاريع بشكل سيء أو أنها لا تنجز أو تتأخر فترة طويلة، وهذا ما يلقي ظلاله على يعني حياة أهالي نينوى الذين تعرضوا لمأساة كبيرة. ونحن نذكر أن محافظة نينوى وهي الأكثر تضررا خصوصا مدينة الموصل بسبب الدمار الواسع الذي لاحق أكثر من 40% من المحافظة. سيد حسين، في ظل كل هذه الانتهاكات، أين الحكومة ورئيسها الذي وعد بمحاربة الفساد وجمع السلاح بيد الدولة؟ يعني في الحقيقة الإشكالية الحكومية في هذا الموضوع أنها تقول ما لا تفعل، يعني هي تدعي ما
محاربة الفساد. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سبق أن أصدر قبل أكثر من عام لجنة برئاسة اللواء أحمد أبو رغيف في مكافحة الفساد، ولكن الفساد هذه اللجنة يعني تجري سياقاتها وفق عوامل انتقائية، فهي تتوجه إلى جهات معينة دون غيرها، إلى شخصيات دون غيرها، وحتى هذه الشخصيات أو الجهات التي تتم تضار محاسبتها يخرجون بعد بضعة أشهر لنراهم طليقين في الشارع، ولدينا أمثلة كثيرة لسنا بمعرض استذكارها اليوم. الحكومة في بعض الجهات المحسوبة على الحكومة هي في الأصل متواطعة مع تلك الميليشيات، وتنسق جهود العمليات الاقتصادية والأنشطة التجارية في محافظتنا أو في غيرها من المحافظات بالتنسيق مع تلك الميليشيات، فكيف تحاسب هذه الجهات الحكومية تلك الفصائل المسلحة إذا كانت جزء من الأجهزة الحكومية على مستوى ضباط قوات أمنية، على مستوى مسؤولين مدراء عامين متواطئين مع تلك الميليشيات أو مع الفصائل المسلحة في الحصول على تلك الصفقات التجارية؟ واحدة الأمثلة هو مثلا وعد القدو قائد الزعيم المعروف للواء 30 الشبكة اللي سيطر على مفاصل كثيرة في مناطق تهلينا وامتدت إلى مدينة الموصل، سيطر على عدد من المشاريع في تلعفة في منطقة الشلالات في الأراضي والعقارات استولى عليها بتزوير أوراق حكومية في بعض المؤسسات الحكومية. ربما قائم مقام الموصل زهير العرج الذي أعلن استقالته قبل أسبوع فضح جزء من تلك الممارسات، وللأسف طبعا بعض أهالي نينوى يتهمون زهير العرج نفسه بأنه كان جزءا. نكتفي بهذا القدر، على أي حال شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة عبر الهاتف المتحدث باسم مرصد فاد حسين دلي، شكرا جزيلا لك.